السلام عليكم. السلامة. بغيتك تقضي الحلو العيد. اي صدقني انت اول مواطنه بكرة عملنا دور نلقاوها تقضي الحلو العيد. ما شويه لوز ابيض باش نعمل فيه بيه شويه كعك ورقة ديري كعب مش بالنسري عادي معناها بالليزاغوم العاديين تاعنا. واش الحقيقه بكل صراحه نعمل في دار وحدي باش نعمل شويه غريبه وشويه مقروض وقت فيش علاش يقولوا الاسوام غاليه. الحمص باش تشري الحمص غالي مش رخيص. فما الحمص ب 9000 الكيلو الحمص نتاع الغريبه. اي تتكلف راهو يتكلف. اما كل واحد يشري قد جرمه. قلت اعطيني شويه فستق. قلت علاش؟ قال لي 12000 في الديوان يخلصوا عليه الكيلو. قداش كيلو الفستق؟ والله لا كذبت انا ما كذبتش حبيت نسال قداش. اما مره جات تسال الفستق قال لها علاش؟ قال لها 12000 في الديوان الكيلو تخلص عليه. والله كل واحد وكيفاش يبيع الحاجه اللي باهيه راهي تباع غاليه وخاسره عليها تلقاها هي في الحلو الكليك 1000 ولا 2000 وتاخذ حاجه باهيه. ما كان هيك السواقي الكلي كذاك بالتراب وبالعريال توا. بوفريو من 28 ل 36 توا ولات. فندق ب 70 وب 90 الكيلو. 74 مينيموم. واللوز فوق 30 دينار الكيلو نتاعو. فوق 30. والمواطن ايش باش يعمل؟ هو العيد باش يفرح الصغيرات ويحضر هكا حلو العيد. باش يشري شويه 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 يطلع رابح. كيفاش؟ يقولوا الشريين مش باهي عاد. اه؟ يقولوا الشريين مش باهي. اذا ترى الحلو اذا الفرويزيك غالي لهالدرجه مش لازم علي ولا يعمل حويجات شويات شويات وكا هو. الحلو دياري ولا مش تشري؟ والله انا والصحه يا بنتي. تونسي وانت تسالوا على الحلو هكا عينيها. كان كاتب لنا ربي باش نشريه من برا نشريه وكان كاتب لنا ربي باش نعمله في الدار تو نعمله في الدار وكا هو.